ما شاء الله حولك انت وهالوقفه، لابقت لك كثير ها؟ شرفي قدامي. للمرة العاشرة بشوفها ماشية مع شب قدام كل بنات المدرسة بدون لا خجل ولا حياة. أنا ما عملت شي غلط لحتى أحس إني خدشت الحياة. هي للمرة المليون عم أقول لك، ثلاث أرباع تصرفاتك غلط إذا مو كلهم كمان. آسفة منى، أنا لما شفتيني مع رفيقي بدورة الكمبيوتر كنت برات المدرسة، فأنا حرة أعمل يلي بدي إياه طالما إني مالي بمدرستكم. أيوه شوفي بنتي، طالما طلعتي من بيتكم قصدي مدرستنا، معناتها ما بيحق لك تتصرفي غير اللي نحن بنسمح لك إنك تتصرفي فيه، فهمتي؟ يعني انت من حقك تشديني بالطريق هيك قدام كل بنات المدرسه؟ لا والله، وجايتيني وسنقلتي لي شاب بيطير العقل ومشعرب قدام كل العالم وبدك انا نوقف لك بالطابور ونضرب لك تحيه كمان. طولي بالك انسه منى، خلينا نفهم منها. غزال، مين هذا الشاب اللي كنتي ماشيه معه؟ مجرد بوي فريند. شو قلتي؟ بوي شو؟ بوي فريند. سمعتي؟ بوي فريند. لك سمعتي الوقاحه وقله الادب والجعر بعد هيك؟ أنا مو وقحة. سمعتي؟ قولي لي شو بتسمي تصرفاتك؟ بسميه حرية، حرية شخصية. أنا قبل ما أكون طالبة بمدرستكم إنسانة وإلي حياتي الخاصة ولأصدقائي وصديقاتي، يعني من حقي أعمل يلي بدي إياه طالما ما عم بزعج حدا. ليكي بنتي حبيبتي، أنت هون بسوريا، سوريا مو كندا، يعني اللي ما اسمح لك هونيك بحجة الحرية الشخصية هون ما بنسمح فيه بتاتا، وخصوصا انك بمدرسة محترمة. ولك فهمتي؟ انا سمونا مشان الله وجعني راسي، خلاص روحي استدعي لي ولي امره وانا بتصرف معه. روحي. ماشي ماشي يا غزل، اذا ما بربي فيكي بنات المدرسة كلها انا ما بكون اسمي منى. تقاسين قاسين وما فيكم قلب. شوفي 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 البنت بدها تمشي وتفلت على كيفه وبالاخير بدها ايانا نعاملها بكل حب وحنان. غزل، هي رابع او خامس مره بتوجه لك فيها المدرسه انذار. صدقيني انسى، انا كنت عم بحكي معه على برنامج الفوتوشوب اللي عم اشتغل عليه على الكمبيوتر وما حسيت انا وياه غير قدام المدرسه. وبتعتقدي انه هاد سبب مقنع بتاخذ فيه اداره المدرسه؟ انسى انا رح اختنق، بكندا كنت اتصرف تصرفات، هون اذا تصرفتها بحس حالي عم بعمل ذنب. ايه لانه لكل بلد اعرافه وتقاليدها. ايه بس انا ما عم بعمل شيء غلط، مجرد صديق عادي ماشي معه ونحكي مواضيع عاديه. ايه هون مجرد انك تمشي معه بتكوني عم تعملي غلط. غزل حبيبتي، الناس الى الظاهر ما رح تقدر تدخل لافكارك وتقراها وتعرف انه انت اللي ماشيه معه مجرد صديق عادي. ايه بس مامي دايما بتقول انه هذا تخلف. ماما بتشوفه هيك لانه من بيئه ومجتمع بيختلف عن بيئتنا، ونحن كمان منشوف اللي عم يصير بكندا تحرر زايد عن اللزوم. طيب وكيف بدي اتصرف؟ تصرفي حسب المكان اللي انت عايشه فيه، لكل مكان خصوصيته. هون الناس بيخافوا من حالهم، من كلام القرايبين والجيران، بيخافوا حتى من خيالهم، على هذا ما بيصير وهذا حرام وهذا عيب. اما بكندا فكل شيء بيمشي طبيعي، عنا حريه كامله بنعمل شو ما بدنا، ما حدا له علاقه بحدا. هون ولا هنيك الغلط نفسه الغلط، بس الاختلاف بنوع الحريه. انا يا غزل ما رح دافع عن اعرافنا وتقاليدنا، لانه انت يمكن شايفتيها قيود بتحجز لك حريتك. عسى حنان، الحياه بلا حريه سجن. هذا لانه انت بمرحله من العمر بترفضي كل القيود، انت بدك تطلعي وتفوتي على كيفك وتلبسي مثل ما بدك وتحكي مع مين ما بدك، بس صدقيني هذا بالنهايه مو لمصلحتك. بكره بس تكبري رح تعرفي انه عاداتنا وتقاليدنا انوجدت لحتى تحميكم من انفسكم. بعدين صدقيني الان سيمونا قسيت معي لانه بتخاف عليك، ونحن لما منخاف على اولادنا بنقسى عليهم لحتى نحميهم من نفسهم.